طيب بعد ما وصلنا لمرحلة ان احنا بنعمل الالجوريزم بتاعنا واتفقنا ان احنا ممكن نستفيد بان احنا نستخدم الفلوت شارتس عشان تبقى العملية اسهل وابسط في البرامج بعد كده الاكبر شوية عشان تعيد بس تنظيم ترتيب دماغنا بعد كده حاجات الصغيرة اللي زي كده ممكن نبدأ نتلاشى فيها فكرة الالجوريزم والفلوت شارت طالما الاكزامبل الصغيرة بس الوقت احنا محتاجين نتعود عليها وبعد كده الحاجات دي تبقى مستخدمه ومهمه جدا لينا في البرامج اللي فيها فكر وفيها لوجيك هتبقى مهمه جدا لو انت مكتسب الفكره دي. فالمهم طبعا انت ممكن ترسم دلوقتي فلوت شارت هنا يعني لو احنا ممكن نرسم هنا فلوت شارت من الوورد كده عادي بس طبعا يعني صعب جدا تستخدم الرموز بتاعتك ايه والاسهم ايه والاشكال اللي انت عايزها كلها موجوده بس ده صعب طبعا. في موقع شهير في مواقع كتير زي مثلا في draw.io مثلا شهير جدا ما بيحتاجش مننا ولا ريجستر ولا بتاع فممكن يكون بالنسبه لنا سهل ان احنا لو عايزين نرسم رسم على الخفيف واسمه فلوت شارت ميكر يعني صانع الفلوت شارتس اونلاين دايجرام سوفت وير وممكن نداونلود في سوفت وير كتير جدا ممكن ينزل لوكال مش محتاجين دايجرامز معقده احنا طبعا الدايجرامز اللي هتبقى بعد كده ان شاء الله هناخد حاجات في كلاس دايجرام والسيكونس دايجرام والحاجات زي كده عشان نعلي اللوجيك بتاع البرمجي لكن مبدئيا بناخد الفلوت شارتس بس يرتب لك الدنيا شويه ممكن نشتغل بده وممكن نداونلود سوفت وير زي مثلا يكون صغير كده بسيط لان احنا مش هنطول قوي فيه يعني زي مثلا كان اسمه فلوت شارت ايزي شارتس او حاجه زي كده كليك شارتس مثلا مش تفرق معايا اي واحد منهم يعني اي برنامج البرامج اللي ده كله بالنسبه لنا حاجات بسيطه يعني تنزله وتشتغل عليه يعني لو انت عايز في كليك شارتس اهو ده فري فيرجن ممكن تداونلوده وتشتغل منه من غير ويب سايت يعني داونلود لوكال تشتغل عليه لوكال يعني مثلا ممكن تروح تداونلوده وممكن لو انت عندك الانترنت مفيش مشكله ادي كليك شارتس طبعا الداونلود عادي جدا والسيت اب نكس 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 فمش محتاج ان احنا نشرح ده يعني لكن هنا اهو draw.io ممكن تقول له انا عايز اكريت نيو دايجرام قال لك هتسميه ايه قلت له مثلا وليكن احنا كنا بنعمل اللي هو الاليبس او القطع الناقص مثلا وفي اشكال كتير انواع كتير في امال في تيبلز في سوفت وير في 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 احنا بيزك بشكل رئيسي ناخد بلانك دايجرام كده ونقول له كرييت هتلاقي الاشكال اللي هي العاديه بتاعتنا انا ممكن اجيب مثلا الشكل دوت اللي بنبدا بيه دايما دبل كليك وبكتب ستارت تمام وبعد كده بقول والله انا كان عندي في الالجوريزم بتاعي كان عندي انبوت انتر ذا فاليو اوف اكس انتر ذا فاليو اوف واي يعني عندي تو انبوتس الانبوتس عندنا زي ما اتفقنا قبل كده شكلهم بيجوا في الشكل اللي هو المتوازي المستطيلات ده طبعا مش بمزاجنا لكن هو ده المتعارف عليه اكس واي كده انا عرفت ان هو فيه تو انبوتس اللي هم اكس وايه واي طبعا وده الاسهم عشان يوريني الدايركشنال كونكتور يعني يوريني شكل الاتجاه ماشي ازاي بتاع الشارت فبقى كده طيب ماشي هظبطها في الاخر بعد اكبر الشكل هيتظبط كده انا عملت ستارت ومنها اكس واي بعد كده عندي في بروسيسنج في عندي ادي معادله او كالكوليشن ودي اتفقنا ان دي بروسيس دي عمليه او كالكوليشن او اي امر عادي بنحطه في شكل البروسيس ديت اللي هو الريكتانجل العادي يعني احطه كده طبعا في ناس تحب يعني علميا مقبول انك تحط كل امر في شكل مستطيل زي ما احنا شايفين كده او تحط لو 3 4 امور 4 تحطهم في مربع واحد برضو مقبوله مفيش فيها مشكله يعني دي شغال ودي شغال مفيش مشكله خالص مش عايزين نكبر الموضوع بتاع الموضوع ده لان هو صغير اصلا الموضوع بسيط محدش يحس ان هو صعب ولا معقد ولا حاجه فمش بنزود احنا بنرتب المخ عشان لسه في شغل الالجوريزمز ممكن يكون في لوجيك عالي فممكن يكون من غير فلوت شارتس او من غير الالجوريزم العمليه تبقى بالنسبه لك صعبه
ماشي. طبعا ناقص لي الاسهم، انا عارف انا عملت العمليتين، ادي الكالكوليت الاولى وادي الكالكوليت الثانيه، فاضل لي الديسبلاي اريا والبير، ممكن احطهم برضو كمخرج بشكل واحد يعني، وبرضو بيخرجوا في يعني قصدي في متوازن المستويات واحد، بدل ما اعمل واحد للاريا واحد للبير، وده برضو صح، لكن انا بحب يعني مش محتاجين يعني نطول على بدون لازم او بدون داعي، فهقول له ادي الاريا كوما وادي البير، واخيرا هيبقى في عندي واحد زي الستارت كده هقفل بيه في الاخر، بس هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اند. يبقى احنا كده المفترض هيبقى الشكل بتاعي اهو ستارت، ادخل اكس وواي، طبعا المفروض الشكل ده لما تيجي تبص عليه تبقى مفهوم. بعد كده اخد سهم من هنا لهنا، وبعد كده من هنا لهنا، وبعد كده اوسع ده كده شويه عشان يقدر يجي معايا، وبعد كده ابقى لملم الكلام ده براحتي. كده اهو، وبكده اكون يعني رسمت الفلوت شارت بتاعتي او حولت الشكل بتاعي من الالجوريزم الى شكل فلوت شارت بتاعتنا العاديه دي. ظبطت الشكل بتاعي. طبعا في مميزات برضو نعرف لازم نكون عارفينها في السوفت وير بتاع درو دوت اي او، هو لذيذ. اللي هو طبعا ممكن اكسبورت الكلام ده ليا كايمج، وده حاجه البسيطه العاديه يعني، لكن في ميزه كمان مهمه ان هو ممكن يكسبورت الحاجه دي ليا في ملف اسمه اكس ام ال، ولما بيكسبورت في ملف اكس ام ال معناه ان انا اقدر ارجع تاني واخليه شغال للفايل ده تاني، بحيث ان انا اقدر استغله في ان انا اعدل عليه او اضيف عليه شيء. فمثلا ده الفايل اهو، لو جيت كده من فايل بعد كده قلت له اكسبورت خرجه لي كبي ان جي او جي بي جي، دي انواع صور، او بي دي اف، او اتش تي ام ال، كل الكلام دوت برضو ملفات. انا هقول له مثلا خلاص خرجوا لي بالصوره بالمنظر ده، سيب ترانسبيرنت ولا مش هعمل اي حاجه، انا هقول له اكسبورت، فيقول لي ماشي هسميها لك الليبس دوت بي ان جي، هتسيبها على جوجل درايف بتاعك ولا على دروب بوكس ولا وان درايف ولا جيت هاب ولا ديسك، على الديسك بتاعك از يو لايك. قلت له مثلا على الديسك بتاعي، واروح اسايب في المكان اللي انا عايزه، وانت مديله سيف، خلاص الفايل بالنسبه لي كصوره بقى موجود عندي على الديسك اهو موجود، ادي اللبس دوت بي ان جي، واما اجي بفتحه الصوره بقت موجوده عندي اهي كملخص للفكره اللي احنا عملناها. مش بس كده، احنا قلنا في الاهم ان احنا ممكن نيجي من فايل واقول له انا عايز اكسبورته از اكس ام ال، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. اما اجي اكسبورت كاكس ام ال ده مهم، لان معناها ان انا ممكن استعين بالاكس ام ال فايل ده فيما بعد في ان انا ارجع تاني يفتح لي الملفات تاني من اول وجديد زي ما هي كده، بحيث اقدر اعدل واقدر اضيف عليها زي ما انا عاوز، زي ما نشوف ان شاء الله فيما بعد. يعني لو انت عايز يعني مثلا لو انا دلوقتي انت عامل كده مدلل كله اهو، ممكن اقدر اجي من فايل واقول له انا عايز اعمل امبورت فروم، قال لي فروم ايه؟ قلت له براوز، يعني من فروم الديفايس بتاعي، سوري امبورت فروم device my device، وقلت له انا عايز اجيب الملف اللي انا كنت مسيبه بتاع البايثون اللي كان اسمه اللبس جوه فايلز اهو، فقام جاب لي زي ما احنا شايفين الايه الرسمه اهي، واقدر بقى اقدر اشتغل عليها تاني واعدل عليها زي ما انا ايه زي ما انا عايز. وفي مره تانيه نعمل واحنا بنرسم اي فلوت شارت تانيه يبقى نشتغل على كليك شارتس او اي برنامج تاني، يعني بحيث نتعود على البرامج اللي هي بتساعدنا في الرسم بتاع الدياجرامز والكلام زي كده، بحيث بعد كده نبص على الرسم نقدر نفهم احنا عايزين نعمل ايه بشكل اسرع.